والله شوف الغربة صعبة، اللي بدها تروح على الغربة أو هو مثلا الزوج ياخذها على الغربة لازم يكون على قده، يعني يكون قده قده وقدود كما يقول المصري. أتمنى يا رب كل إنسان بالغربة يجعلها يشوف وطنه ويشوف بلده. تعذبت وانحرمت من اهلي وانحرمت من كل شيء، يعني انا لحد هلا انا عم اتعذب مع الاولاد، حرمهم حتى من دراستهم، يعني ما خلاهم يكملوا دراستهم. كان مانعني، قطع صلة بيني وبينهم 10 سنين، انقطعت العلاقات. كانت تجيني الرسائل ما يعطيها لي، تجيني الهدايا ما اشوفها، يعني كان حرمني من كل شيء. عرفت شلون؟ انا مني ام ومني اب، مني كل شيء مع الاولاد، حرمني من كل شيء. نقول معلش مشان الاطفال، كان نفسي يعني اشوف اهلي. ذكريات حلوة يعني بالجزائر، إنه الله يرحمها أمي كانت تجمعنا ببيتنا، كل الكناين كنا إخواني يعني نجتمع ببيت، كله ضحك وكله مزح، يعني ما كان عندنا مشاكل. بس جيت هون يعني شوي تعقد كثير.